مجاي سنو جمرها قروال ومي روح أركان ولا إله ورهاية تلفزيون كوقف والله صار صعبة هدي عقبات الرب كإلهي كاني أي ماشوا كبر هذا إن أنا لسه جوج الدنيا قول كمودك أما وحي وبيك كبر يابا قاريجا كل فطي توي إحنا جرى عين إلهي بقى دارت هذي الدجال نقطة قل مودك وحنو ملاين هيا الدجال لما تلمامي وقول دجال وحن وطي موتلب اللي قولي كاري وحي قد ضبك كانوا وضمر هاي همي هاي سارين عاسي سالات بالله يغان كاري يقول لفتين جيد مركا وطاده قولت بي هيد جيد كوركيس با انتي موتاد الى كورتيبا وحي قد بحيي موتاك لو سعود ضدك لو سعود انا تفريم كو هاي ساهي قاد بيو قادك تاه كلي واحد كو هاي كرتا اني حنبضى سعود اسفر كو سيجر مدى سدي سنة بانت فريم عن كجرة عرور تدير أنا كيني وحيد جايين اللي إنك عن رباح حياب وشباب مركز أول هذه هي لبات الله مركز جيست أنتوا صول الله بتو حمد صفري وخو صفرة سرقال إلى السعودة وإنك الدلي وحمد كل فطي بحنا حاسوس النواء أن صامرني أن نجو أن نهيلين عسكري كذا وعمائنا الدواء وهشة إن هذا أهيلين ركبتر كو قاضة إن هذا أهيلين قاري وضاعت كم مريصة أن دواء وقول لك إنه وضد أين كجو أنت هاي إني لا دجالمان أما إسك سهران غواريت الشباب حقيقيا ير يوي هل أحنا بيجو يا بدني وأن إسله هين ولي جوي عيسى تاسو هاي ضي هبين بان هالقل كجرني ملو شباب تجوجين أمد دجالين بان قلني هذا كيسانين هو يدي به جيريودين إحدنا إنه ضل كيس الدفاع أسي تاجن تلي سولنا غواريت الدجال كذا هل كيك صوب الأول وحن أم ملاينا وحن كسر بالله باي عرقي أيجا سكي جيين وحلاقيها بينا عرقت أسكري دقدي سكيرته إلا بعطن سنة وحلقي كرينك كجرة إحدى أنا قاري يبواش وطو وحر رب دق هي جيت وصف لي قاعنك كسر حضلي سرقال كسرنا يريد هر ورديها مهين كلها مركزه كوري هذا ونيو قاري وان عرقنا وأنا مال وحي هاد حقيقيا قاضون وان قاري من السوقين سقال سعي حقونا ويهيد قاعن كي مركان كم غلبة أنت غبتان كلها ونيو قاري صوم مرة هيان واحد معنا أغيني وعذب بسنك وغبا كلهم وعن داود يال سودو هذا وحن خصو قرنا هاي فرنت الديغان كشبيل لو كفرت قبل كمدوك وحن ما أنت نصيبه يالنا إنا فرنت كله كله نو تلي حيغان كغوتة سديدي تمناد عيدن كحيوغ دالك صوماليات غرغر قاشان لعبد محمد سولنوك تلي سودو مانتا شرف أي نوتا هاي إنان فريما دقالك كوكولا كولانا أدو شقادة هذا كوچرا كسودو ورباهن تقران كصوماليات وحفا فاهن نغاسي ساقو رين غوش هالكان كسعود حقيق ذي أدبنا ذي كما هاد علنا إنا درتا فريما هن وقلت مادان سي أد أمضي وحقو بيانسان أما أقو إفتيمسان إني لولكي نبض نقطي لانا تاقي كرا إنتي عدو قل لقو حريي مركا واحنا دين لي هذين كبسود وهذا مدام أتفريمه إنه قلت مدين أدي أدي بيزن كأو قو وكلمة الله هيا تا وكلمة هل قفص جاي هل قفص إيه نقطة مدة أن أم لا إنها يهدى إني أفر سنة كبرن تهاي هاي محي كنت مد ما أنت مورس وحي كنت مد بعدان هدى حصوصية دجال كذا عي دقمة أو دقلة وحي هاي ذي هبين أنا جو كجيرنا هالكاس وقتي سقط حقي تهاي جفنا بروحو قاعن ككسو حضلي سرقال كسرنا يريد هر ورديها مهين كلها مركزه كوري هذا ونيو قاري وان أرجنا وأنا مال وحي هاد حقيقيا قاضون وان قاري من السوقين سقال سعي حقونا ويهيد قاعن كمر كان كم غلبة أنت غبتان كلها ونيو قاري سو مرة هيان واحد معنا أغيني وعذب بسنك وغبا هذه كلمة دي هالكاس كتيم بسنك وغبا سيدا كلمة دي قاعد ذيك الأوقاتين أما صار كيشي كلا إليلها وربسنك وغبا وحن أركي أنا جو كلمة دي عادي يستوي وأنا كلمة في عنو هذا حقيقيا فرنت المرجع مانة وحكي سبسنك وغبا وحن أولي وحن غصبي هذا قبل كقلم ذي وحن جو مدلل وصني حقوقه ما قاعد يسون لو جمرها قروال لهم أي وحن أركي أنا إليلها ورهاية تلي بسنك وغبا وما قاعد بسنك وغبا النقضي أدي تلي وأنا كلمة في عن سودو تلي سولنا قواريج تدقل كذا هل كيك صوب الأول وحن أم ملاينا وحن كصوب بالله باي عرقي أيجا سكي جيين هدان هدا تبان أم بالله باي هدان وتاريخ غير نوتا طاب هدان هل يلا وكصوب طابتو وحي أيجا بالله وتجاري أن لها ويسيء ضد الرئي جيبين جاري صنعوها وحوها جاري اللي يراه هذا حجي 50 هاي قاريا مالنتي إيجا قبين با قوان كيغا ووحوها إنان
أنت أودن كميت شباب ما يتشيكتو حتى يوصل دجالمين ها هذا ميت جيت كوه الزرة إن أنا سنة وكا كان نصن إلى حد أنا وامضى ويا قبل كاس قبل كوه قبل كيران هاي قواريت مركي جاري أسكا جوي سمحي كاربين والله دقف جاري إذا بركة يجوي كلهم ماي موته وحن كيجوي ولا جيت كاس جواب تعال بحكة توحي تهاون إنا ردك علنت هي إنا تكام مستنى حقيقي ودول النمو موقف كان قاعد توحي وأمرك إنا ردك علنت إلى هذا نوع وضع واحد فرنت أقول تاجنا تاريخ سلام مرتين وحيقول مقالة إنا ما أنت دم بجاري أضوت أرك ترجي جاري كجوي كلفت تاجر جو سمهين واحد وطي موتلب اللي يقول لي جاري وحيقة دوا كانوا وضمر هاي همي يساريهين عاسي سالات الله يغان كاريجي يقول لفتين جيد مركب وطاد جوارد بيهيد جيد كركيز بقى أنتي موتاد إلى كرتيبة وحيد بيحيي موتاد كلا صعد ضد كلا صعد مال ما كسر وريجتاي عندنا ما ندعون ونسكاء مصي وحنقطع أيه وجاريس لجاريجي وطا أيه وطاد التاجن لكن بلا نعم أنت عم وتبويت الشيء يعني هو موتاد وتبي يقول لفتين هم عاسي أيوة ما أنت عاسي وطن أنا وحن وطيب ويد وساري هاي قارئ الله يغنى جند الديش قارئ يعني كله فطيب توي إحنا جرى عينا إلهي بقى وحيو مقالة أبو يدس إني كوجم عجين قصب ينوش أتخدين تاسع هاي ومسايد بيقولوا كل بين بيو وشوف الجري بويد بويد بيه هاي وعيد هذا المسايد كبيه كجوجي أما أنا جنوش تمسايد بيه كجوجي حتى أنا جنوش بين الموقت هاي وحج علص ومسيد كوا حلاقيه بقى إني هلك مالين عبان وقيران بقول روح مسلمين وهلك قد كنا ين أجه وحي هيان إنه وسبربر ديجا مسيد كبي كجوجي أما أنا جيشب وواحد جراكر تحقيقيا حنون كذا تلي دب حزوسه وحناش تلا بس أنا نتكلم ذيك سجنات ديجا ندي كسر هالجا شيء هذا كوا وحنو جا إن أده جامينس أورك حري حردارة مروحن كو قلعد بل فورمه دب حسوسو حقيقه حدين لي يري هذا ما انت دب انو علينا انت دغالده قوادي سبب ان كو ودا جيرني واخ يرما اها لكن وحا اي نصيب وناق اه اي مهمديده انت هي انت سو فرن وحن سو مرهي انن مالين ان كاريغا حمر كسو قاطو انن كو تغ الى اي جيسكا كلي اوو دنبيه بوساسو امين هلكا كبخن تغو maxay ahayd kismaaye ee aan ku maray safar dhulka ah intaaba igu muhiimsanayd ee ulajeedkeedana tahay ma aha inaan kaliye ku maro macnaheedu kan waxa isku leeyahay ee ulajeedka ay tahay dalku inuu nabad noqdo ee laga saaray qowmi sabab ee dabcan way suurta gashay ee muqdisho waxaad ka soo raacdeen gaadiid dhulka soo maray maanta waxaan ku suganahay furinta gobol koofurta gobolka mudug ee bal safarkaas ka war wallahi waxaan u maleeynaa naqan maalmo ayaa ku jirteen muddo waxaan ku jirnaa isbuuca hadda isbuucaas idii caqabadna cilinaysay iyo meel aan ka wareegsanayn in midna ma aysan ahayn laakiin waa taqaan gaari xamuul oo gaariga shicibka xamuulka weyn wuxuu ku yimaadaa muddo laba isbuuc ka badan sababtoo ah gaariga awoodiisa intay la eegtahay iyo masafada iyo socodka iyo rarka un baan cilimooye hadda caqabad taala ma lahayn intaan waa ilaahay mahadiis inta dhimana waxaan aaminsanahay maalmaha soo socda hadii caqabada roobka ilaahay keenay ay meesho ka baxdo inaan la sii joogo doonin gobolka mudug ama wixii wabiga ka bareeyaba way intaas aad soo marteen waxa ku soo marteen shacab Soomaaliyeed maamulo kala duwan oo degmooyin xukuma qaabkii soo dhaweynta dadka ka waran waxaan u maleynahay gobol badan baan ka soo shaqeeyay oo ay ka mid tahay gobolka Gedo iyo labada Shabeelle iyo Hiiraan iyo gobolka aan taaganahay Galmudug iyo mudug iyo Galgaduud baan isku qabto sanad ka hor degmada tagto dadka soo dhaweyntooda iyo maanta aan taaganahay degmada xogga dalka tagaan ama ciidan walba ka tirsan dawladda magac u doona halahaado qaabka loo soo dhaweeyo aad bay u kala duwan yihiin u kala wanaag badan yihiin taas oo aan isleenahay ama qof walba ay arki karto sanadkii hore waxa soo dhaweynta culayska u ahayd ay tanna u fududaatay inay ummadu fahmeen qawaarijta shabaab inaysan wax sal iyo raad iyo diin midna lahayn qof walbana u heelan yahay haddu arko cilad dagaalami karto ee awood u leh inay maxay ahaayd isoo dhaweeyaan oo iyaga laftoodaba awood rama aysan haynin way dagaalami karaan way kici karaan laakiin caqabada haysta waxay tahay ama ugu weyn kani sababka ahi ma lahayn meel uu ka soo duulay ama guri ama meel saldhig u leh ma lahayn
لكن ninka deegaanka hadii aysan dawladda garab taagneen oo aysan geeskeeda taagneen isaga dagaal ma bilaabi karo sababtoo ah waa deegan ama wuxuu ku leeyahay hanti ma guuraan aanu ciidanta noqoto marka taas baa caqabada ku noqotay in dagaalkii bilaaban wayo waxaan aaminsanahay inaysan hadda umada degmo ama gobol aan dagaal laga qaadeynin naciibka umada aan loo qabayn aysan jirin way mudug oo hadda ku sugan tihiin maxay in kaga dhigan tahay waxaad ku soo aadeen xilli roobaad waa halkii furinta ugu adag oo maanta qawaarijyo lagu la dagaalamayo dabcan sidaan aragno waxaad ugu imaateen ciidan deegaan oo abaabulan ciidan daraawish ah oo galmudug diyaarisay bal furintan mudug iyo soo dhaweynta dadku idin sameeyeen ka war taala waan kale yahay dabarta haday dagaal noqoto galmudug waxaan u maleynahay dagaal looma tilmaamay waa gobol dagaal taasaan ugu baxayaa wixii qaybta dagaalka iyo abaabulkooda soo dhaweyntana waxaan leeyahay waa gobol martiqaadka ku wanaagsan io soo dhaweynta intuba waa dad ayna ka go-an tahay inay la dagaalamaan ama iska saaraan qawaarijta shabaab xaqiiqiyan yar iyo weyn maalinkii hore waxaan arkayay iyagoo xoolo ay ciidanka ku dhiirigelinayaan ay ka waran markii deegaan aad imaateen dadkiisu ay ku dhahaan taliyow ciidankaaga intaan hanooga raalli ahaadan farxaddeedu iska da aniga xataa dadweynaha kale baa dareemi kara xaqiiqiyan waxay tahay oo jawaabta waxaan u dayn lahaa ummaddaas waaye taliya muddo badan ayaa shabaab dagaal kula jirtay gobollo badan ayaa kasoo shaqeysay maanta howl weli fara kama laabna howl badana kuusii taalla arrinta kugu xanuunka badan ama kugu culayska badan oo maanta aad dhihi laheed wariyaa kaa xalliya ma xusuusata xogga dalka markaad u fiiriso dib ama soomaaliya markaad dib u fiiriso sannado ka hor xaqiiqiyan iyo maanta marka aan taagannahay aad bay u kala duwan yihiin waxaan xasuusanaa waa aan soo marnay annagoo aanan helin askariga kaa dhaawacmo inaad daawo u hesho inaadan u helin helikobter kuu qaado inaadan u helin gaari waddo aad ku mariso aan daawo ugu dhigno geedaha qaar dhirta ama rabaadiyaha dadka yaqaana waxaa jira geeda mayrax leh geeda qaarkood marka dhaawaca lagu duba dhiigga joojiya inaan daawo ugu raadino geedaha wayna soo martay laakiin maanta waxaan taaganahay alxamdulilah meesha ugu fiican baan maraynaa ciidan ahaan iyo dowlad ahaan inta dhimanne waan aaminsanahay inay dhammaystirmi doonaan qawaarijna bixi doonta taliya inta dagaal lagu jiro waxaa jiri kara qisooyin dabcan dhici kara inta dagaalkaas lagu jiro maxaa ka xusuusataa ayaga hal arrin baa igu yaab badnayd oo aan islahayn weligay way dhacaysaa taasoo ahayday habeen baan howlgal ku jirnay meel uu shabaab joogeen ama deganayeen baan galnay de dagaalna waa taqaan markuu dhaca ma ogtahay waa wejiye badan yahay dadkii waa isdhex galay ciidankii iyo wax isdhex gashay waaisdhexgalay waxaa iga hor yimid marka nin soo cararaayo waxaan mooday marka askari xoogo xambada kuheekeed u yar aadkiisa waayo waa nin shabaab ah marka waxaan mooday askari xoogo xambada yara ku kulaato yidhaahda isbasari ninka intaan ka hortagaan dharbaxasha ku dhaftaan ku yar wargal kolleyta xabad ka horimaysa akhiraa kaa dambaysee hadday dhabar kaaga dhacdana waa naare wargal wejiga u jeedi ilaa ninka aan dharbaaxayaba waa shabaab markaasuu ugu raadi haye laba tilaaba markuu jeestay intuu soo laabto xabad soo furay sargaal ila socday waa ninkii dilay oo xambad ku dhuftay markaasaan ku raad war maxaa u dishay waa asgarigeenna soo war taliya wallaahi ma ahayn waa shabaab misna ninkii markaan dul tagnaa waa qisada iigu xanuunka badnaywaa joogaa waa sargaal oo maanta furinta ay ula sogan oo shabeelow ila jooga marka waxaa igu yaab badnayd nin iga soo horjeedo qori wato dagaalamahayo inaan dharbaaxo wallaahi wax aad u fudud ma aha waa wax xanuun badan laakiin maraha qaar dagaalka nuucaas uu leeyahay qaraarna waa leeyahy dagaalka macaanna waa leeyahay laakiin badanaa qaraarkiisaa badan adkaysa uu leeyahay fulinimada waxaa la dareemaha la yidhi markii ay xabaddu bilowga tahay laakiin markii israamsato fulinimadu de dadku waa saddex midna waa mid fulyo biiq ah oo aan de taliya tusaaley midna waana kaaga qaadan midna waa mid iska fuliyo laakiin u baahan wariyaa gal dheerigelin wax la yidhaahdo midna waa mid giiso intaaba aan waxba u arag laakiin miday ka midaysayhin baa jirta marka colka uu muxuu ahay waxa la yidhaahdo bilowgiisa yahay dee qofka dagaalka duu yaqaano ama dhowr dagaal galay way u fududahay inuu dagaalamo wax weyn lama aha
لكن قف كمرك عصب يهاي أولي جد دجال قلين والله بمت تينو الدجال كوفر هذا لمشاد البديه سيف يا إنه دجال كي بقلي والله بمت من أول كرتاس هذا تليه حتى أبن دولة كحجان كمتليه كحجان كجوتيس دي تبناد عيدا كجرجر طبعا جوتيس وأرضا وأرق قواريش تبع صدق بلدان muddo ayaad ku soo jirteen dagaaladan xilal kala duwan ayaa ciidanka xoog ka soo qabtay intaas aad shaqeynaysay ma heshay wax fasax waxaan u maleynayaa muddo 8 sano ah baanta fariimaha ku jira arurta yararkeena waxay degan yihiin muqdisho ama xamar soo qofba u yaqaan safa lixdan cisha isku xigto xariir ah wali lama aan qaadan arurteyda ila fasax inaan helo maalmo kooban isbuuc laba isbuuc saddex isbuuc سديداس بسنة أنا سديداس سنة لحدن عيش إسكوح يكتب والله بلود واللي حمركم معنا غادن وعرفتي لما أنا غادن أنت واحد كجري إن الله ضج على مغ وريش عذوق دين تني بنت كشيء جاي ضل كني دول اللي يستي ضل كني إيه هنيستي ما أنت هذه أتفسح الشق أو قواريج ودن كان كحرس أي نقطة أنا فرنتا ككافتون تو دو عندي قواريج لا يحرى ودن كان عدو كلام لهن ما حد سلادة كنت عم يساعد قبكر تاع قبلها حقيقيا وفي بشر ولية هي أما وأوبر تاع هي هيا بها يقول يا بكبلان حرام مال كل جنب دجان هي حافدي ذا كتال سيف يعني مرها غاروح عالك هيا حل يا عنتين مركل لجارة أنا حفظ إن أنا كعنتين أنت حردي على قصة عنتين هاي صار صار ما أنا غفصن إن حفظ ذك عنتين بوقتها أنا بريسك عين كعنتين أنا بريسك عين كعنتين لقيشته هاي بان الله صدي حتى أنا وحلا ودن كهضو نبض نقضه كل اللي تتلي سيدا نسيف ريسنا هاي ما الكف قادم معي هاي ها هذا وحاكو جرتان هالقل طبعا محارجين إنسان سبنا ده صوص عم بلا صوص عم ما صوص عضو إنا قواريج كجارتان طبعاً كافرت قبل كمدوا كوجرتان بن كان يوصل إياه كسوق قشين وحان أصعتان هذا الجهاد إن كور رئيسه وعلبور بالكورن حردير وهلك كسر نجسي حكتنا وتصوح رئيس بالكورن رولك إذين دمن وقت إنك هذا كرتو ما حد سلال أرتا قبل كان وحان إمدان أمرين على وجر labadii jeerna waxaan ku soo galay wadada laamiga labadii jeerna marna waxaan ku baxay wadada xeebta xamar ku galay laakiin hadda waxaan rajaynaa in aan halkan taaganahay toos ceelbuur iyo xamar kaga galo macnaheedu aad garan karto inay tahay in sabab laga saaray wadada markii aad eegto Galcad iyad ka soo shaqeeyseen bal ka waran howlgaladii Galcad iyo waxyaabii aan kugu dhibka badnaa dib u xusuus أنت عاد هالقل كجرت، أرتا ليه بهوري ميسد، صوته مهما صار معه وحي هيد، نبدأ بذيب دفتي ماذا؟ سبيع، وحن كشفتين دفتو، وحن قاري وحن كوفي كرا إن قاري الدونا إن قاري الدونا دفتي، وهذا نبك أن مرينا حقيا نمو مغضة، وحلاقيه وين عارك تأسكري دادي سكيرته هلا بعطن سنة، وحلقي كرينك كجرا. هذانا قاري يبواش وطو واحد رب ده هي جيت وصفلي أنا بعكو أكرت هيرين وحوج أنا هيرين هلك أتاعن أنا قد ده لأن جرنا حقين حق هذا الكلام يلا تري أنا راعي هذا الكلام شو دمبي أنا تحكم تو كمانان أسكري كوهي صلول دور ما لينك استهول جيرني سر راعي أنا سو قواريج راعي سنا يندقال جيرني سو دبعت أنت هلك أيات كوبتان علس أنت الله بيكرته. مرك آذ حكنتو عيدا تببرا يا مرك آذ حكنتو نمن معوس ليه ويكل دميهم. سوت قفك معوس ليه وحكوت جرا هنكي يا قبكي وليم وتنصومرين دبوا أما تببر. إن أتفرين كوهاي صحيح آذ بوالكته. كل واحد كوهاي كرتاه إني حبض الصعوت أسفر كسيجرت. لكن إنك أسجري جاه عيدا كاه تببرا دبوا وصومري. وحدار كيسانين هو يدي أبيه جيريودين إحدنا إنه ضل كيس الدفاع أسي تاجن التعسيد كلا غيب غضنا هيا ولا ليه أم الذي سكلا تلفنك مركا خبرها كلا وبدن عيدهم فصح كوقاتان معكمل والله هو يبدينهم تقدر قفوا الب وبلي آدنا مركا عيدا لقوليه توبرك أي أتكيس جا عيدا نمضي أمر قاشا الموية كم دون آدمي كلا عادي جاء أما بشر كلا عادي جاء قف انتو
فسح كو قاده كرنا ويلين لكن ما انت مهمه وحيته دغالك يا هولغلك يا ديباتده ان كو جيرنا تابا سبب يس ان سيف فسح لو هلين waxa laga yaabaa hadda in la helo rag ugu yaraan 2 sano furimaha ku jira aan wali difaacaan maashi fasaxelin oo aanan kanan xukumaayeen xogga dalka ama nuciisa kala duwan meel buu joogan ah marka ku soo koobaa taliye ugu dambeyntii waxa jira rag asaaga rag ka dhalinyar wadanka Soomaaliyeedna maanta madaxweynaha qaranka ku dhawaaqo wuxuu weeri aan waa inaad shabaab la dagaalantaa ama waa inaad iga noqotaa محاد كل تالين سويل كنا يرد على مانتا عطفرنت وتر تصديت سنة والله ببلا هذا كم إذا عادن فصح إدا هذه كل تشوجين أما عادن لسه تشوجين مقدشو مانتا باي مودة ده تقصد حام كل قاعدة يا هاي كي واحد برشة كوجر واحد لوني ورتو واحد برشة ده حج هاي تهدي الدجال لو وده جيسته بدما كتريس كأنه وحساب برتوي كهر مرايا هاي كاو حان لي واحد برشاد حج كي قنعستين وحان لي ودن كدي دغ لو جيتو حنا قنها يا ودن فقيره جيب كفر قنعسي يا حجي حتى تضن حنا كعاوين ومد لكن سيادو دبي هيكس لو غا هلو هي كم باغه مدد بلا عمل كا ان واحد برشان هين قنعسين هين وحان دهي لها انو شرف حمو كنولادو وحا كغه كغه هبون انو غوبنيمو كدنت وحان لها قوري قادو اسك سارع سوابكاس وحن قرية أنا كفى إذا سنة فرصدا إن شاء الله في تعلق حريها إذا ماذا يو طبعا فرمها دجالك يهوش أي كتيران بق تلي هذا يوم ما سنت هاي وهو هاج عشان ل عبد محمد سلنوق تليها أما تلي كحيانك جوتد سدي تمناد عيدك جرجر يحق دلك سوماليات وحن كسوجنا فرنت دجالك شبيل ووريسي كان كل يلانيني تلي وحرجين يا إن فرمك كله يقدر أنا كله وأت حريسين وتصير نبض ضدك هذا كل بناء يقتشوه كان إن هذا ما نقوله.